بالنسبة للعمال معنا بنحوش وبنفرز مثلا الليمون، بنفرز كارمنتينا، ابو صره، ليمون، اول ثاني ثالث بنصنع ونصدر على الاسواق. بالنسبه للاسعار ضعيفه جدا بالنسبه للمصروف. الاسمده كانت الاسعار احسن والمازوت ارخص والاسمده ارخص واليد العامله ارخص. اليوم كله على علم كله شيء غالي، غالي جدا جدا. مثلا اشجار الرمان، في عندنا اشجار الجرنك، في عندنا كله، عندنا الموسم ضعيف. بس بالنسبه يعني للحمضيات يعني ليرتين ونص تركي، يعني نحن ما يقارب من عين الزرقاء لدركوش بدنا 150 ليره اليوم. اليوم اجور نقل سياره، اجور عمال، بدك عبوه، كله في تكلفه. اسعار ضعيفه جدا جدا.